ناري قربت غادي نجي الله. المهم انا من الاسباب علاش شريت هادي شريتها باش راكم عارفين مع تراك ستوب يعني كنوقف بالريموت بزاف خاصني شحال من مره شحال من حاجه كيكون شي ستور مثلا شي جوج مايل ولا شي حاجه تيكون يعني ما بعيدش عليا ديك بزاف وكايا عاود ما نبقى نختار اوبر ولا شي حاجه قلت بعدا نبقى نمشي بها هكا يعني ديرها دغيا في ظهرك ولا ديرها شي حاجه وتمشي بها وتقضي بها شغلاتك صافي بخير غادي مسركال مع راسك لايك بريك لايك اصح راه كتنسى ما كتبركوش لايك اصح او الحباب ديالي صباح الخير عاوتاني في فلوق اخر صافي عليكم بخير مزيان كلشي وداك مزيان غريزبول تحشوا هاد العشيره هذا اجي جي جي عرفتي الحباب بقى لي واحد البلان في الفلوق اللي فات حيت دابا راني كنصورهم في دقه واحده ولكن في الفلوق اللي فات وقع لي واحد البلان في الرموك الرموك راه هو تيجي معايا ديما للدار شفتي فين ندخلو مزاحموش معايا صراحه العذاب الواحد هو اللي يخلي الرموك في الشركه ما يجيبوش معاه وقع لي واحد البلان تخيلوا معايا كاين شوف هذه خاصك ديرها معلومه جديده ديرها في الراس كاين في كريغليست ولا في الفيسبوك انه الا بغيتي مثلا عندك رموك كاري ولا شي حاجه وما عندكش فين تحطه في اليارد تقدر تمشي تقلب تمايا تكتب على تكتب يعني ستوراج ولا تكتب باركين ولا شي حاجه وكيعطيوك الباركين يعني كتلقى ناس عندهم ديور عندهم اتساع بزاف من اللور وتي تيكريوه انه يعني مثلا شهر 160 دولار ولا جوج سيمانات ب 100 دولار سو سادي بون على حسب شحال ما بغيتي ودرت مع خونا هذا انه غادي نجي وغادي نحط عنده الكاميو وغادي نخلصو ب 100 دولار لمده سيمانه فقط وشحال ملي كنتسنى نهار كامل وفاش مشيت لعندو شاف الرموك طويل كبير قال لي يا خويا ماشي هو مراته قال لي اكبير ما يدخلش وكذا وداك الشيء قلت له ياك ولد الناس شحال وانا كنتسناك وشحال وانا داير معاك وجيتيني القطه الاخر وانا عيان ومسخسخ ودرتي لي هذا البلان هذا ماشي رجوله وكذا كعيت صراحه ولكن المهم الحمد لله عشيري عماد المعروف بالاسطوره هو اللي صوفاني المهم في هذا الفلوق هذا غادي تشوفوا معايا واحد اللعيبه غريزول هي كم هير كم اون كم اون كم اون سي هاي تو ماي فريندز حالك شو غادي اليوم غنوريكم واحد اللعيبه كتقدي شي 3 سيمانات دابا يلا غنفتحوا كاملين نخلي لكم مفاجاه خصني نضرب شي غسله لهاد الكاميو هذا ياك شي شهرين غادر شهرين وانا في الطريق والله الا شهرين وانا غادي وانا في الطريق يلا كي جيت للدار توحشت الحومه والله توحشت الحومه غريزي هي كمان هذا الفلوق هذا غيكون ما كاين لا في الموطور ولا حتى شي لعبه المهم مفاجأة نكتب نوريكم Just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already gone. Hello. رولر بلاي كانوا سرقوا عليا مع الطوموبيل الاخرى البيضاء كانوا سرقوا عليا ما لقيتوش وكنت باغي نتخدى رولر بلاي ولكن قلت من المغرب كان عندي اللي فاش كنت صغير صار نخلي لكم مفاجاه باش تعرفوا شنو هي
اوكي الا لاحظتوا حتى فاش كتميلوا كيا الروايه كيميلوا على اليسار وعلى اليمين انتما كيميلوا معك حتى هما ما شاء الله يعني حتى حتى القياس تبارك الله كلشي واديك كلشي واديك واخا ثقيله هي ما شاء الله شويه الباتري هنا الباتري هذا هو الريموت خاصني وقيلا نتشارجا شي شويه هذا باش كتمشي لقدام باش كترجع للور المهم غادي نشعلوها ونرجع داكشي يا سلام كلشي في يدك هنا صراحه شوف بانت لي الريموت بانت لي حتى كلشي مزيان صراحه نهضر معكم من هنا من ناحيه الريموت خفيفه على اليد ماشي شي حاجه ثقيله اون فوا كدير صبعك هنايا كدفعها هذه لقدام كتمشي كدفع اللور كتشد الفران بالنسبه لهاد اللعيبه هذه لو بغيتي ترجع للمارشاريان يعني هذه بغيتي تمشي لقدام كاين فيه المود ديال سبور كاين ليكونومي يعني ليكونومي كتمشي بالجهد وكيف كتشوفوا This is my back fire baby حرشة ما كتزلقش وانت فاش كتميل كامل كدور معك سو كاين شي حاجه احسن من الكايا سياره مع راسك بلا ليسونس بلا والو غير شارجي عفط على الزيت يا راكيني المهاره صراحه حتى الفران كيعاون يعني فاش كترجع اللور حتى الفران تيعاون زيد حبس زيد حبس كيبلا شو معي الانبوكسين رايل كبيدة قسكت تتشارجا سو صراحه ما استمتعتش بزاف تنشارجيو دابا البلانديره تاج برك لايك برك لايك برك لايك اصاح راه كتنسى ما كتبركوش لايك اصاح بغيت تنساو برك لايك اصاح باش تتمتع معايا ونزيدو فيديوهات سو اش غنقول لكم شكرا بزاف لكم على السبورت كنبغيكم كاملين تهلاو لي بزاف راسكم نشوفكم في ساعات الخيرين
باي.